ربي عطى له النور، عينيه مغمضه هكذا يضحك. الشاب الجزائري نائل اللي راح ضحية للشرطة الفرنسية كان نموذج للشاب المكافح اللي بيكسب رزقه بالحلال ورفض يدخل طريق الممنوعات، وكان عايش في حلم بسيط مع والدته اللي هي كل حياته، وخصوصا انه ما يعرفش طريق والده. تعالوا اقول لكم تفاصيل اللقاء الاخير بينه وبين والدته وليه قلبها كان حاسس انه بيودع الدنيا، تابعونا للنهاية. الشاب الجزائري نائل المرزوقي فتح عينه على الدنيا ما لقاش قدامه غير والدته منيا اللي انفصلت عن والده وعاشت علشان ابنها الوحيد. علاقة مونيا ونائل ما كانتش علاقة أم بابنها، لأنه كان بالنسبة لها أخوها وأبوها وصاحبها وكل حاجة في الدنيا، ولأن الولد كان راجل من صغره قرر يخرج يشتغل علشان يساعد والدته على الحياة الصعبة في فرنسا، واعتمد نائل على نفسه واشتغل جنب دراسته وقرر يشتغل ديليفري في محل بيتزا، ولأن سنه كان صغير ويادوب 17 سنة ما كانش مسموح له يستخرج رخصة قيادة، فكان بيضطر يبعد عن نقط تفتيش الشرطة لأنه كان بيتعرض لتنمر وعنصرية كبيرة لأنه عربي. وفي صباح يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 اللي هي كانت وقفة عرفات، صحي نائل من نومه الصبح زي عادته وغير هدومه واستعد يخرج من البيت، وبص لوالدته نظرة طويلة وقبلها قبلة كبيرة وقال لها أنا بحبك يا أمي. فاستغربت مونيا وقالت له أنا أيضا بحبك يا نائل، اعتني بنفسك. وخرج نائل وودع أمه الوداع الأخير، وبالرغم من إنها كانت حاسة إن نظراته مش طبيعية وكأنها وراها حكاية إلا إن قلبها كان مقبوض. وبعد ساعة جالها اتصال تليفوني، ابنك نائل أصيب بالرصاص. ما صدقتش مونيا نفسها وجريت باقصى سرعتها علشان تشوف ابنها، ولما راحت لقيته خلاص كان ودع الدنيا، وخدته في حضنها وصرخت باعلى صوتها وانفجرت في البكاء، لانها في اللحظه دي خسرت كل ثروتها في الحياه، خسرت ابنها اللي كانت عايشه علشانه، خسرت سندها في الدنيا وابن عمرها. وبعد ما استوعبت مونيا الصدمه سالت كل الموجودين ماذا سافعل الان بدونه، كان حياتي وكان اعز اصدقائي، كان ابني وكان كل شيء بالنسبه لي، وكنا نساند بعض. وقالت جدته ان حفيدها توفي ليلة عيد الأضحى، وإن عدد من الحجاج دعوا له من مكة، وقبل دفنه كان وجهه مبتسم. أما جيف بويش مدربه فريق الرجبي اللي كان بيلعب فيه نائل فأكد إنه شخص ناجح اجتماعيا وكان ناوي يغير مسار حياته والخروج من الفقر، وأكد مدربه إنه ما تاجرش في المخدرات وعمره ما سرق زي كتير من شباب ضاحيته، وقال كمان إنه كان شاب سلوكه كويس وعنده إرادة كبيرة في تطوير حياته وما كانش متهور زي كتير من الشباب اللي في نفس عمره، وأهم من كل ده انه كان شخص محبوب من كل الناس اللي اتعاملوا معاه. نائل المرزوق هو شاب جزائري عمره 17 سنة عايش مع والدته مونيا في حي نانتير غرب العاصمة الفرنسية باريس. بدأت تظهر ميول الطفل اللي اتعلق بموسيقى الراب وكمان ركوب الدراجات النارية، وكان محبوب من كل زملائه وجيرانه. وبعد ما كبر نائل قرر يعيش في شقة في حي بابلو بيكاسو في منطقة لا ديفونس، واشتغل ديليفري في احد مطاعم البيتزا، وطبعا كان بيعتمد على الدراجة البخارية او سيارة في توصيل الطلبات. والتحق نائل بكلية في مدينة سورينس اللي كانت قريبة من المكان اللي بيعيش فيه مع والدته، وكان حابب يتدرب علشان يبقى فني كهرباء. وانضم نائل من 3 سنين لفريق ذا بايرتس لرياضة الرجبي في نادي نانتير وشارك في الدوري، وكان ضمن برنامج ادماج مخصص للمراهقين اللي عندهم صعوبات في التعليم عن طريق تدريبات مهنية. ونائل كان بيحلم يبقى فني كهرباء متميز، وتعرض نائل لفحص مروري ورفض الامتثال للأوامر فأطلق عليه شرطي فرنسي الرصاص في منطقة الصدر، وتوفي في الحال وودع الدنيا قبل ما يحقق أمنياته وأحلامه. رحم الله نائل المرزوقي وأسكنه فسيح جناته.